للحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة ودورها في زعزعة استقرارها، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب. أهلا بك سيد حسان. يعني إذا كان معهد أتلانتيك كونسل في تقرير له يقول إن أنشطة الميليشيات التي أنشأتها إيران تزعزع استقرار المنطقة، السؤال هنا إلى أي مدى ترى أن ما حدث اليوم في بغداد أمام المنطقة الخضراء بالتحديد، إلى أي مدى ترى أنه جزء من خطة إيرانية لتمكين أذرعها؟ لا شك أن كافة الأذرع الإيرانية في المنطقة تخضع لقيادة واحدة، هي قيادة في إيران. وقاسم سليماني عندما أسس هذه الأذرع إنما كان يحاول أن يحمي النظام الإيراني بقوة موجودة خارج الحدود. ومنذ فترة بسيطة قال أحد قادة الحرس الثوري أن إيران لديها 6 جيوش تحمي إيران خارج حدودها، وهي وسمى منها الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن. إيران تعتبر أن هذه القوى هي خط أمامي للدفاع عن نظام إيران، عن استقرار إيران، وأيضا لاستخدامها في إثارة القلق في العراق، في سوريا، في لبنان وفي اليمن أيضا. كل هذه المكونات أو هذه الأذرع إنما تم إنشاؤها تحت رعاية حزب الله في لبنان باعتباره التنظيم الأقدم على الساحة العربية، وهو يملك خبرات كثيرة، وبالتالي تمارس نفس الدور الذي يمارسه حزب الله من حيث إثارة القلق والتدخل في الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج والعمل على إرهاب السلطة السياسية سواء في العراق أو لبنان. نعم. سيد حسان، في العراق الذي ربح مقاعد كثيرة في البرلمان هو من الميليشيات والخاسر كذلك من الميليشيات، بما تفسر هذا المخطط لزعزعة الاستقرار في العراق؟ وهل ترى كما يرى البعض أنه صراع نفوذ بين أمريكا وإيران في العراق مثلا؟ هناك نوعين من الصراع، هناك صراع إيراني أمريكي لا شك، ولكن هناك صراع عربي فارسي أيضا. فمقتضى الصدر يعتبر أن العرب من حقهم الحصول على المرجعية الدينية للطائفة الشيعية، لأن إيران تسعى إلى ربط المرجعية الدينية والسياسية بالنظام في إيران، وبالتالي يصبح أن النظام الإيراني مشابه تماما للنظام الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني. فإسرائيل تعتبر المرجعية لكل اليهود في العالم دينيا وسياسيا، وكذلك إيران تتقمص هذا الدور وتريد أن تلعب هذا الدور أيضا من خلال ربط الشيعة في العالم سياسيا ودينيا. ماذا عن صراع النفوذ الأمريكي الإيراني سيد حسان؟ هذا بالنسبة للصراع الشيعي، ولذلك مقتضى الصدر لا يعتبر من أنصار إيران على الساحة العربية. إن كنت تسمعني، ماذا عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق الذي يتخذ من العراق ساحة لتصفية الحسابات؟ ماذا عن هذا الصراع؟ لا شك أن الولايات المتحدة تحاول استعادة نفوذها في العراق، وبالتالي حكومة القاضمي كانت مساعدة جدا للولايات المتحدة، والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للقاضمي كانت مهمة جدا لإعادة السلطة العراقية السياسية والأمنية. واغتيال سليماني في العراق اتهم به مصطفى القاضمي باعتبار أنه كان مسؤولا عن المخابرات العراقية، وبالتالي هو يسعى لتثبيت السلطة العراقية سلطة سياسية عراقية برعاية أمريكية وبرعاية دولية. والتعاون الأمريكي مع حكومة القاضمي أيضا مطلوب منه أن يرسخ هذا الاستقرار وأن يدفع الميليشيات المؤيدة لإيران إلى التراجع والانسحاب. والخسارة الميليشيات الإيرانية المؤيدة لإيران في العراق هي نتيجة كشف التحقيقات للجرائم التي ارتكبتها بحق الناشطين العراقيين، والمواطن العراقي أصبح يرى أن الخطر الحقيقي على العراق هو من هذه الميليشيات. نعم. وبالتالي تضاعف حجم القوى المعارضة لإيران. نعم. وتضاءلت قدرة الميليشيات على التأثير في الانتخابات العراقية. لكن سيد حسان، يعني في ظل هذا الصراع بين أمريكا وإيران، ألا ترى أن هناك حالة من التماسك العضوي بين أذرع إيران في المنطقة، لاسيما بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وما وجده من تأييد من وكلاء إيران سواء في بغداد أو في صنعاء من الحوثيين؟ كما ذكرنا هناك قيادة واحدة لكل هذه الميليشيات، هي قيادة إيرانية هي التي تأمرها بالتصرف. وهذه التصريحات المؤيدة لقرداحي إنما الهدف منها إظهار أن هناك التفاف عربي
واسع النطاق حول تصريحات قرداحي، وأنه حاضر على الساحة العربية، وأنه تصريحاته تلقت صدى إيجابي على الساحة. لكن واقع الأمر أن هذه الميليشيات تخضع لسلطة إيرانية سياسية ودينية توجهها وتطلب منها التصريح أو التصرف ساعة تشاء إيران وساعة تشعر أنها بحاجة لتحركها، من إثارة القلق إلى إصدار البيانات السياسية نعم إلى التدخل في الانتخابات وحتى إلى في تعطيل النتائج أيضا. في العراق الآن نعم النتيجة لم تصدر نهائيا حتى الآن بسبب ممارسات هذه الميليشيات الإيرانية أو المؤيدة لإيران في العراق. طيب إلى أي مدى ترى سيد حسان يعني أن هذه الميليشيات تحمل أجندة واحدة قد تتقاطع مع أجندات أوطانها؟ هي في الواقع تخدم إيران ولا تخدم أوطانها، وبذلك حسن نصر الله في لبنان أكثر من مرة قال أن أي معركة قادمة على الساحة اللبنانية سوف يأتي إلى لبنان ميليشيات عراقية وميليشيات يمنية وميليشيات أخرى وخاصة الأفغانية لدعم حزب الله في أي صراع يخوضه في لبنان مواجهة إسرائيل أو غير إسرائيل. هذه الميليشيات كما ذكر المسؤول الإيراني أنها تعمل لخدمة إيران وحماية نظام إيران، وأيضا قال أن من يريد أن يقاتل إيران عليه أن يهزم هذه الأدوات وهذه الميليشيات قبل أن يصل للصراع على الأرض الإيرانية. إنها مجرد قوة مرتزقة تعمل لخدمة نظام ديني يعمل على إخضاع الشيعة في العلم لسلطته الدينية والسياسية، وبالتالي هذا الصراع مفتوح لمدة طويلة. طالما أن نظام طهران نظام الملالي هذا موجود، هناك صراع على الساحة العربية بشكل خاص وعلى مستوى الساحة الإسلامية بشكل عام. شكرا جزيلا لك ضيفي من الصيدا عبر تمام. سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب.